مالك؟ هتزورني كمان؟ لا. أنا عايز أسألك سؤال بس عايزك ترد عليا بصراحة. ايه هو؟ لا بس لا، مش عايزك تكدبي، ترد عليا والله بصراحة ما اكدب عليك. قول. بجد، مش تكدبي عليا. اه طيب كدبة. انت عمرك ما كنت كدابة يا حبيبتي. انا عايز اسألك بقى سؤال بس هو تكدبي عليا مش هكدبة بالله عليكي. والله ما اكدب. طيب انت عمرك يا حبيبتي ما كدبت عليا ابدا، عشان ماشي. كده هسألك السؤال دوت وعايزك تركزي، تركزي في السؤال بس اهم حاجة ما تكدبيش عليا. انت قررت كذا مرة، قررت ايه؟ قررت البتاع كذا مرة. انا لا، عشان خاطر انا عارف ان انت ما بتكدبيش عليا. طيب اسألك سؤال بس بالله عليك، بالله عليك اوعي تكدبي. قول. مستعدة؟ بالله عليك. والله العظيم، والله العظيم. ايه؟ والله العظيم ما بكذب. عاوز انا اخش النار؟ لا لا، استحالة تخش النار يا حبيبتي، أوه. بعد الشر عليك من دخولك للنار، ده انتي قلبي. عارفة انا بحبك ليه يا كوكو؟ ليه؟ قولي. عشان انا اول فرحتك. عشان انت اول فرحتي، برافو عليكي، عشان كده مش بحبك. الكشاف اقفل، انا الكشاف اقفل بعشقك. ورد عليك. طيب مستني بس نخلص الفيديو وبعد كده اقفل الكشاف. هسألك بس سؤال بس بالله عليك. والله اسهل. اسأل اسأل اسأل. ازاي اسأل؟ اسأل. طب بصي لي يا بنتي، خلاص اتفقنا، مستعدة؟ اتفقنا. مستعدة؟ قلت لي مستعد. مستعد. هسأل او بس اوعي تكدبي. والله ما اكدب. طيب ما اكدب. والله ما تكدبي؟ ماشي كفاية كده. نسأل السؤال بقى، واحد اتنين تلاتة. بالنسبة لأخت الجنة، بس هو ما تكدبي. والله ما اكدب. ماشي والله هتكدبي. أختك جنة. طيب استنى وقف استنى الفيديو خلاص استنى استنى. لا 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 اصبر ثانية. لا انا استنى، وراكوا حاجة، لا 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 وراكوا حاجة، لا ما توريناش حاجة. وراكوا حاجة. اصبر ثانية. ماشي يلا، مستعدة مستعدة للسؤال؟ السؤال أختك جنة. ايه؟ بس بالله عليك، احنا اتفقنا ايه؟ والله ما اكدب. والله ايه؟ قلت اختي جنة بعد ايه؟ أختك جنة. ماشي أختك جنة. هل انتي بس زي ما اتفقنا، زي ما اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقنا على التصوير. ما تكدبيش. والله ما. طيب خلاص بص يا معلم، اختك جنة. اوكي اختك مين؟ جنة. السؤال بقى هنا، بس زي ما ايه؟ ما اتفقنا. هو تكدبي. خلاص 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 خلاص. تعالى اخر مرة، اخر مرة خد. الله الحاجات الحلوة اللي انت، ايه الحاجات الحلوة اللي انت عاملها ديت؟ ده بتاع عشان اقعد فيه كده بالليل، بعد كده الصبح. بص يا جماعة، عاملة بيت، وغدى الترابيزة عشان ده الحيطة وحاطة ده بيت ده، صح يا جوجو؟ لا اما ده ده مجرد تغطية للشمس، عشان لو قعدت وقعدت كده وانا مثلا وانا بفطر السندوتش وكده قاعدة وقعد على التليفون كده واقرا كتاب كده كده. ايش تمام، تقرا كتاب على الاضواء الحلوه ديت؟ اضواء ايه؟ ما بقرا قصص انبياء. قصص انبياء. انا بقرا بكرر كذا مره سور قصه سيدنا محمد. برافو عليك. طيب هتنامي؟ عشان انت ضرب الكشاف في عينيا. لا انت عايز تنام يعني؟ والله ما عاوز انام. انت ضرب الكشاف في عينيا صح؟ 11. طيب السؤال بقى، انا نسيت السؤال. صح السؤال، اختي الجنة. هل بس زي ما ايه؟ زي ما اتفق اختي. خلاص اهدي بس، صلي على النبي، صلي على النبي عليه الصلاة وافضل السلام. انت عملت الحاجات دي امتى؟ صح الصبح. الصبح وقعدة فاهم الصبح. طيب ماشي، وده انت جبت الحاجات دي منين؟ ده البتاع مقطوع من السوستة، وده مقطوع بتاع الترابيزة. برافو عليك. والرولة دي بتاعت ايه؟ كنت بتهن بيها. كنت بتهن بيها ايه؟ البيت. شايف الدهب الحامض ده فين؟ بس ده مرضيش ادهن الحاجة بتاعتي. خلصت. طيب ماشي. اه خلاص. عايز حاجة مني؟ انت
بتقول كده هاخد حاجه منه وتقفل الفيديو. مغلبني. انا مغلبك؟ مغلبني. اسال بقى سؤال. حاضر حاضر. قبل ما اسال السؤال، كم اب وكم ام يا شباب بيقعدوا يتكلموا مع اولادهم ويدوا مساحه لاولادهم ان هم يتكلموا معاهم؟ اقل حاجه يا شباب الحوار دوت بينمي القدرات اللغويه واللفظيه عند الشباب، يعني فاتكلموا مع عيالكم كتير. بس اللنده دي اللي طالعه. الله الله. نرجع بقى. إيه ماشي بقى. اختي الجنه. فهمنا اختي. قول هل... بعد اختي الجنه. طيب ماشي. بعد اختي الجنه. هل ان لا مش بعد... مش كده. اختي إيه؟ الجنه. اختي الجنه. اوكي. هل انت بتحبيها؟ بس زي ما ايه اتفقنا. ايه بقى؟ ما تكدبيش. يلا ماشي. اختي الجنه انت بتحبيها؟ انت عارفه ان جنه بتعمل شقاوة كتير جدا، بس باخدها على قد عقلها عشان اختها الكبيره ولازم استحملها. برافو عليكي بجد والله. والله والله العظيم يا جماعه دي حنينه جدا جدا عليها، وبتعملها بحنيه بطريقه. المدرس الانجليش مديني فانوس عشان خدت 10 من 10. رحت تاني يوم قلت له اختي شبتت في الفانوس بتاعي، راح اديني اخترتها الفانوس الاحمر اللي هي بتحبه. برافو عليك يا كوكو. كوكو يا جماعه اول فرحتي، ربنا يا رب يبارك لي فيها. اول فرحتك وتاني فرحتك جنه واخر فرحتك كوكو. اخر فرحتي حور. انا بخلي بنات كوكو جو جو رورا. لا يا ماما انا مدلعهم. كوكو ملك، جوجو جنه، اما حور مش بقول عليها رورو، بقول عليها حوحو. يا حمار. انا عاجبني الاسم. الاسم مش عاجبك؟ رورو. اسمها رورو. اسمها رورو. طب خلاص ده حتى عينها حلوه وشكلها حلو تقول عليها حوحو. لا لا حوحو مثلا بتقول حوحو يا بتاع خضر يا حو. مش مش ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوه دي اللي بتعملها في حمام السباحه؟ في البانيو. عمري ما رحت حمام سباحه الا مرتين في البحر. ايش يا معلم؟ مش رحت دار المهندسين؟ مش في حمام سباحه؟ ما بينزلوش حد لما يكون مشترك في النادي. طب بقى جايزتي ليكي. ايه من اول الشهر هنشترك. اشترك في النادي؟ ايوه في حمام السباحه. ايه رايك؟ ماشي. انت وجوجو. انا عاوزه اسمع. وودي معاكم حوحو؟ لا ما تكبر. ما تبقاش حوحو. يا حوحو بتاع الخضار يا حوحو. خلاص يا مجنون انا خلاص. طيب في نهايه الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. وعاوز الفيديو ده عشان بابا مخلدني فيه والله العظيم. وصلوه ل 500 مليون الف لايك. برافو عليكي. زي ما قالت كده مش عارف اللي ده جايبين ولا مش جايبين. ما جايبك بس هصورك الصوره. خلاص عدير عشان لابس الشورت. يخرب بيتك انت الشرطه هعمله مونتاج. يلا سلام سلام سلام. يخرب بيتي اطلع بالعوره كده اشوف كده. لا لا عيب عيب. لا كفايه كفايه. لا 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 خلاص. يلا ما تنسوش تعملوا لايك. صوري هاخد الصوره عشان الصوره عشان نحطها ينص عليها الفيديو يجي. يلا ناخد صوره. ماشي يلا ناخد صوره بالفيديو. ازاي ناخد صورة ونحطها؟ مش بيبقى في صورة كده حلوة بنص عليها بيظهر لنا الفيديو؟ هنصور ازاي؟ يلا. ما انا دلوقتي انا بصور فيديو. اخد اصورك ازاي؟ كده بيصور؟ لا والله. طب وريني. يلا والله ما اعرف ان ده بيصور. بس كده والله ما اعرف ان هو بيصور. يا بنت اللذينة انت تعرفي حاجات انا ما اعرفهاش. اوو يلا. باي.